خلال اتصال هاتفي مع ناظره الفرنسي سيباستيان ليكورنيو عن القلق بشأن الاستفزازات الأوكرانية المحتملة باستخدام قنبلة قذرة. هذا وكانت وكالة نوفوستي قد نقلت عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن نظام كييف يعد استفزازا باستخدام قنبلة قذرة أو ذخيرة نووية منخفضة القوة على أراضي أوكرانيا من أجل اتهام روسيا به. هذا وأفادت الوكالة بأن السلطات الأوكرانية أوعزت لرئاسة شركة التعدين في ضواحي دنيبرو بتروفسك ومعهد كييف للأبحاث النووية بصنع القنبلة القذرة، مشيرة إلى أن عملية تجهيزها وصلت إلى مرحلتها النهائية. وأضافت المصادر أن مكتب الرئيس زيلنسكي بالتزامن مع ذلك يجري اتصالات سرية مع ممثلي بريطانيا بشأن إمكانية نقل مكونات الأسلحة النووية.